معكم ولاء محمد، وأهلا بكم في قناة العالم الخفي. هل تتذكرون الفتاة التي اشترت دمية على هيئة قرد؟ وحينما فتحت صندوق اللعبة تحركت عين الدمية وحدها وكأنها كانت تسترق النظر. الدمية كانت تبدو كأنها دمية بريئة، والبعض توقع أنه ربما عيون الدمية قد تتحرك بهذا الشكل، ولكن صاحبة الدمية أثبتت أن عيون الدمية لا تتحرك على الإطلاق، فهي دوما ثابتة. ولكن ليس ما حدث سابقا هو المرعب فقط، لكن المرعب أكثر هو ما اكتشفته لاحقا. فعند قراءة الملصق أو الشهادة المرفقة مع الدمية، فوجئت الفتاة أن اسم الدمية أنابل. فهل هذا التشابه بالاسم فقط أم بالمضمون؟ فالدمية أنابل من أشهر الدمى المسكونة على الإطلاق، والتي تم توثيقها. حينما علمت صاحبة الدمية بهذا، ازداد خوفها وقلقها، وخصوصا أنها ترى الدمية كأنها حقيقية وستتكلم. وبأحد الأيام، وبينما كانت تضع الدمية على الكرسي المقابل للنافذة، لاحظت الفتاة أن إضاءة منزل جارتها بدأ بالوميض بشكل غامض، وهذا على غير العادة. فهل كل ما حدث مجرد مصادفة، أم أنه بالفعل تلك الدمية مسكونة؟ ولكن بالأخير قررت صاحبة الدمية التخلي عنها وإعادتها لشركة أمازون، لأنها تشعر أن حياتها ستنقلب لجحيم. أحد الأشخاص بكندا يهوى جمع الدمى والأشياء المسكونة بمنزله، إلى أن أصبح مهووساً بذلك. يقول أن هدفه هو توثيق وإجراء تحقيقات دقيقة حول هذه الدمى المسكونة، وكان من بين تلك الدمى دمية المهرج التي تدعى كلايد. تم تصنيعها في عام 1983، وتلك اللقطات تم تصويرها بقبو هذا الرجل. فلقد وضعها على أريكة، ووضع أمامها كاميرا تصورها طوال الليل، وشوهدت يد الدمية تتحرك من على ذراع الأريكة. البعض اعتقد أن ما حدث يمكن أن يكون بفعل الجاذبية، ولكن المقاطع التالية تتحدى هذا الفكر العقلاني. ففي لقطات لاحقة يمكن رؤية أرجل الدمية تتحرك. وبليلة أخرى نام صاحب المنزل بنفس الغرفة مع الدمية، وبالطبع كانت الكاميرا تصور، فتحركت ذراع الدمية بشكل مرعب. وبعد عدة أيام وفي حوالي الساعة 3 صباحا، وهو الوقت الذي يطلق عليه وقت السحر، هذا ما تم التقاطه. يبدو أن الدمية حركت رأسها ببطء وكأنها تتواصل بصرياً مع الكاميرا. فكر مالك تلك الدمية أن يمزقها بعدما تأكد من أنها مسكونة. المرعب بالأمر أن صاحب مقطع تلك الدمية كان آخر مقطع له هو هذا المقطع، ولم ينشر أي تحديث منذ 5 سنوات، مما يدفع البعض في الاعتقاد بأنه ربما يكون حدث له مكروه بسبب تلك الدمية الملعونة. حادثة مأساوية حدثت بروسيا، فلقد سقطت إحدى الطائرات واصطدمت بالمياه على جانب طريق سريع،
شوهد هذا الحدث المأساوي في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ضجة كبيرة في ذلك الوقت، ولكن ما حدث لم يلاحظه أحد تقريباً. ولكن عند التدقيق بتسجيل هذا الشخص للحادث، سنلاحظ وجود شخصية غامضة ترتفع بالهواء بشكل غامض ومرعب، حتى أن من التقط المقطع يعتقد بأنه ربما يكون قابض الأرواح. هل استطعتم رؤيته؟ فيا ترى ماذا يكون ذلك الكيان والذي كان ثابتا في الهواء وكأنه ينتظر وقوع تلك الحادثة المأساوية؟ إحدى الفتيات وأثناء سيرها بالغابة مع عائلتها شاهدوا شيئا غريبا وغامضا، فلقد رأوا فرعي الشجرة يهتز بشكل كبير مقارنة بباقي الأفرع على الرغم من عدم وجود الرياح. أمسك الرجل بفرعي الشجرة في محاولة منه لإثبات أنه لا شيء يتسبب في ذلك الاهتزاز، ومع ذلك استمر الفرع في التحرك بتلك الطريقة الغريبة. برأيكم ما الذي يدفع ذلك الفرع للاهتزاز وحده بتلك الطريقة؟ شاركوني برأيكم في التعليقات. أحد الأشخاص يقول أنه رأى شيطاناً بعينيه واستطاع التقاط بعض اللقطات له، فبإحدى الليالي سمع ركضاً فوق سطح منزله وكأن شخصاً ما يركض بالأعلى، فخرج للخارج وأمسك هاتفه وحاول التصوير، وهذا ما استطاع التقاطه. يقول الرجل أنه من الخوف لم يجرؤ على الصعود إلى السطح وانتظر حتى الصباح، وفي الصباح صعد للأعلى ففوجئ باختفاء الهيكل العظمي الذي شاهده بالليل، وكذلك لا أثر لهذا المخلوق الغامض. ولكنه قال: سابقا حاولت رؤية من يفعل ذلك الضجيج بالأعلى، فشاهد هذا الكيان وهو متوسط الحجم وذو عيون لامعة وكبيرة مخيفة، كما أن له قرنين ضخمين برأسه ويشبه إلى حد ما تلك الهيئة. إحدى الفتيات وصديقتها تعرضتا لموقف غامض ولكنه يثير القلق، فأثناء تجولهما في أحد المواقع التي يتم إنشاؤها حديثاً سمعتا أصواتاً غريبة مثل صراخ فتيات وأحياناً صوت خطوات تسير خلفهما، وبهذا الوقت أخرجت إحداهما هاتفها وبدأت بالتصوير، وهذا ما استطاعت التقاطه. Bueno, sí, porque diario venimos aquí. Bueno, a lo que sí nos espantan es arriba. Bueno, nunca hemos subido. ¿Es eso? No, no es eso. Es eso. ¿Y por qué ahí sí? ¿Viste? ¡Corre! 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 فعلى الرغم من أن هذا المكان مهجور بسبب توقف البناء، إلا أنهما لم يشعرا أبداً أنهما كانتا وحدهما. فيا ترى ما هذا الكيان الغامض الذي أسرع بالاختباء داخل هذا المنزل؟
تلك اللقطات تم تصويرها بالأرجنتين وسببت ضجة كبيرة، فلقد التقط هذا الرجل لقطات مرعبة ولا تفسير لها. فبأثناء احتراق بعض الأراضي العشبية خرجت النيران عن نطاق السيطرة، وبذلك الوقت ظهر زوجا من الظلال المستحيل تواجدها بذلك المكان. يقول الرجل أنه بسبب الظلام وضوء النار لم يتمكن من رؤية تلك الظلال وقتها، ولكن عند مراجعته للقطات اكتشف تلك الظلال الغامضة التي خرجت من قلب النيران. المرعب أن تلك الشخصية الغامضة والتي يقول صاحب المقطع أن طولها قد يبلغ 7 أمتار، ويمسك بيده ما يشبه الطفل والذي قد يبلغ طوله 4 أمتار. فلقد كان المصور يصور عن بعد ويقول: يمكنكم مقارنة أطوالهم مقارنة بالأشجار العالية بتلك الأرض، عندها ستعرفون أطوالهم الهائلة. ومن المقطع يتضح أنهم يخرجون من قلب النيران دون أي تأثر وكأنهم من نار. من لديه تفسيراً عن تلك الكيانات أتمنى أن يشاركني به في التعليقات. أحد الأشخاص والذي يربي قط استيقظ بإحدى الليالي على صوت قطه وكأنه يتقاتل مع أحد، ولكنه حينما استيقظ ليرى لم يجد أي أحد، فقرر مراجعة كاميرا المراقبة ليعرف سبب فزع القط، ولكنه اندهش مما شاهد. بالبداية يظهر القط وكأنه خائف ومتوتر، وكأنه يشعر بتواجد كياناً ما بجانبه، وبالفعل ظهر ضباباً أبيض اللون وكبير الحجم جذب انتباه القط وأخافه أيضاً. فيا ترى ماذا يكون هذا الضباب؟ هل هو من الجن الذي يسكن المنازل ويحاول مشاكسة القط؟ أم ماذا يمكن أن يكون؟ يبقى العلم عند الله. انتشر مؤخراً فيديو غامض على التيك توك جذب انتباه الكثيرين، فبإحدى الحدائق اكتشف رجلاً حفرة غريبة بجانب شجرة. المرعب أن بأسفل تلك الحفرة درج، شاهدوا ما حدث. وبدأ الرجل ينزل بهذا الممر الغامض. المرعب أن ذلك الممر حلزوني ويمتد كثيرا أسفل الأرض. بدأت الأمور تصبح غريبة جداً، بحيث يبدو كما لو أن الدرج يمتد إلى ما لا نهاية تقريباً. ولكن بالنهاية وأخيراً وجد باباً. وحينما قام الرجل بفتح الباب وجد غرفة أخرى عادية وبها باباً أيضاً. ومن خلال الباب الحديدي شاهد مكاناً يبدو وكأنه يعود لمكان تسوق قديم ومهجور. I
ربط العديد ممن شاهدوا المقطع بين هذا المكان والأساطير التي انتشرت مؤخراً عن الغرف الخلفية أو ما يعرف بالباك رومز، وهي أسطورة تتحدث عن سلسلة غرف مترابطة بشكل غريب ومضاءة أيضاً بشكل مخيف، وتمتد تلك الغرف إلى ما لا نهاية، وبعض من يدخلها قد لا يحالفه الحظ ولا يستطيع الخروج منها للأبد، فهي تشبه المتاهة فيظل عالقاً بتلك الغرف حتى الموت. ويتساءل البعض ممن شاهدوا هذا المقطع عن حقيقة أسطورة الباك رومز. وفي النهاية أتمنى أن تنال المقاطع إعجابكم. في أمان الله.